سجلت مملكة البحرين انخفاضاً في أعداد الحالات القائمة اليومية لفيروس كورونا. نعم، حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 26 حالة قائمة جديدة، من 11 حالة لعمالة وافدة و13 حالة لمخالطين لحالات قائمة، إضافة إلى حالتين قادمتين من الخارج وتسجيل حالة وفاة واحدة، فيما أعلنت الوزارة تعافي 20 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 222 حالة.